وطرحنا أسئلة عن الناس وأخذنا منهم أجوبة واحتمالات، وكان هذا الاستبيان. لذلك هذه الأجوبة وهذه الاحتمالات راح نعتمدها اليوم في برنامجنا هذا. الفريقين الموجودين اليوم موجود بالاستوديو، المفروض يعرفون كل الاحتمالات والأجوبة الموجودة، والفريق اللي ياخذ أعلى النقاط هو اللي راح يفوز بجائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي. إذن نرحب بفريق الحيالي، حيوهم، ونرحب أيضا بالبغداديات الحلوات. أهلا 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 وسهلا، شلونكم؟ الحمد لله. شلون الصحة؟ الحمد لله. ما روحتي لنا شوية عن نفسك وعن المجموعة الجميلة اللي جاية وياك؟ اسمي مروة، أنا طالبة أكاديمية فنون جميلة روعة مرحلة ثالثة قسم سمعية ومرئية مصورة سينمائية. هلو. والأخوات اللي وياك؟ صديقاتي ورود ما شاء الله، وأحب كل واحدة هي تعرف عن نفسها. ما شاء الله. آية وملاك و لارا. لارا لارا لارا. وإذا أيضا نتعرف على عائلة الحيالي. الحيالي مرحبا. أهلا وسهلا. شلونك عباس؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ الحمد لله كلش تمام. عباس حدثني شوي عن نفسك وعن المجموعة اللي وياك. أنا عباس، عمري 24 سنة. أعمل في مجال الإنتاج الفني. حلو. معهد فنون قسم تصميم. هيها. هواياتي اليوم تمثيل. خوش مجموعة اليوم. تمثيل، تعليق صوتي. حلو حلو. يا أخوي قصي. طيب. أكبر مني سنا. صلاح ابن خالي، وعلي أخويا. يعني ثلاثة أخوة وابن الخال. ابن الخال. أهلا وسهلا بكم جميعا، وسنتعرف أكثر من خلال البرنامج على بعض التفصيلات وبعض الاختصاصات والهوايات. إذن خلينا نروح على الجولة الأولى والسؤال الأول. خلونا نبدي بالجولة الأولى بالسؤال الأول مع عائلة الحيالي. تفضل أخ عباد وتفضلي مروة. هلا أهلا مروة، شلونك؟ الحمد لله زينة. شلون صحتك؟ هذه من شفتك قلت هذه طالبة فنون. صدق؟ طبعا. احكي لي شوي عن نفسك، عن دراستك وعن هواياتك أيضا. اوكي. يلا. سبق وذكرت أن أنا اسمي مروة. أدرس كل أكاديمية فنون جميلة. نعم. مصورة سينمائية. من هواياتي هي الهاند ميد. وردة وردة، نتمنى لك الموفقية. عباس. أيوة مستر. أنت أعتقد أيضا من نفس الاختصاص ونفس المجال ونفس الهوايات. بحكينا شوية عن نفسك وعن اختصاصك. يعني بالبداية أنا أعمل في مجال الإنتاج الفني من مونتاج وتصوير. حلو. خضت العديد من التجارب في المجال الإعلامي. وي. من عمر 17 سنة. ما شاء الله. تعلمت هواية أمور، تعليق صوتي، مثلت. صوتك جميل، تغني؟ بسر التشجيع. يلا انا اول واحد ازعجك. يلا 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 مثلا زيديني اشقر. الله، اجمل اغاني كاظم، انا اللي احبها طبعا.